مركز حراس المرمى مش بس هو ده اللي هينافس النادي الاهلي، انت النادي الاهلي كبير جدا، بتتكلم النادي الاهلي منظومه كبيره جدا، النادي الاهلي امكانيات كبيره جدا، عنده جماهير عظيمه بت 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 بتخلي اللعيب وهو قاعد يترجع عاوز ينزل للملعب، وبيراميدز ما فيش جمهور جدا، عنده امكانيات، عنده ناس مسؤوله كويسين، ولكن الفكر والوعي والاعلام والجمهور والحاجات دي كلها مش في مع بيراميدز. هي منظومه ممكن تكون شغالين كويس كل حاجه، لكن ما فيش حاجه تقارن بالنادي الاهلي. مش مركز حراسه المرمى بس هو اللي، ما هو الشناوي كان بيلعب وماشي كويس جدا لحد، هو برضه من ضمن الناس عملت التنافس لحد النادي الاهلي، هي اللقطه بس ماتش الاهلي ان هو ما كانش موفق في ماتشات كتيره بتاعت الاهلي، عشان كده الناس بتتكلم، وعشان كده انت سالتيني السؤال ان في مشكله في حراسه المرمى. انت عندك احمد الشناوي وعندك شريف اكرامي، خبراتهم هم دول كانوا بيلعبوا من 5 6 سنين اساسيين في منتخب مصر. السن بيتقدم لكن الخبرات موجوده، ولكن يعني حتى شريف لما لعب بقاله فتره كبيره ما لعبش، لعب ادى بشكل كويس في بعض الماتشات في اصابه الشناوي، ولما رجع الشناوي عمل ماتشات كويسه بره نطاق الاهلي زي الاتحاد زي المقاولين زي سموحه، عمل ماتشات كويسه وصد بنالتيز كتيره وعمل انقاذات كويسه لفريق بيراميدز. هو الموضوع كله المنظومه نفسها مش حراسه المرمى بس. لو هتتكلمي على حراسه المرمى، لا الشناوي موجود ومن سنتين ثلاثة كان مرشح للنادي الاهلي، شريف اكرامي كان موجود من سنتين ثلاثة في النادي الاهلي ولا 5 6 سنين، فما فيش مشكلة في الحتة دي، وجايبين ميهوب لسه صغير، ف يعني مش شايف فيها مشكلة، ومش دي السبب اللي خلت بيراميدز يبعد عن المنافسة. يعني في اخطاء دفاعية بتتكلمي في, في, في بيخسروا ماتشات كتيرة جدا. بس هم كانوا ماشيين بسهوله وسلاسه جدا في الدوري من غير ما حد يحس، مفيش تعثرات فجاه من بعد مباراه الاهلي بدات تعثرات كتير جدا، فايه المشكله اللي حصلت توقع فرقه ماشيه بشكل كويس جدا طول الموسم على الاخر؟ يعني ان انت عندك فريق كويس جدا وبيراميدز عنده سكواد كويس جدا وعنده مجهز فني كويس وعنده اداره كويسه، فبالتالي الصدام الحقيقي هو النادي الاهلي. قبليها بقى اللعيب بيبقى متوتر، انا بلعب النادي الاهلي متوتر رغم ان هم خبرات ودوليين والاخره، لكن انك تتلاعب النادي الاهلي موضوع تاني خالص. اكبر الانديه بتلعب النادي الاهلي اللعيبه بتبقى متوتره، مع ان اللعيبه عندها خبرات وبقت الناس كلها شبه بعض، يعني مثلا اللي كان في بيراميدز بقى في الزمالك، واللي كان في بيراميدز جه الاهلي، واللي كان في الاهلي راح بيراميدز، واللي كان في الزمالك راح، يعني كله شبه بعضه، فبالتالي حته برضه التيشيرت بتاع النادي الاهلي مع الجمهور لا بتوتر الناس. فانا النهارده لو خدت بالك ان المنافسه كان بيراميدز اظن فرق نقطه نقطتين في بيلعب الاهلي صح؟ طيب الاختبار الحقيقي هو ماتش الاهلي، وطبيعي ان النادي الاهلي هيطحن اي حد، لان النادي الاهلي عامل زي القطر باصص، انا مش شايف قدامي غير ان انا في هدف عاوز اوصل له، يعني يخلص من نادي الزمالك اروح داخل على البلديه تركيزي هو هو، اخش على سموحه تركيزي هو هو، انا عايز 3 نقاط. فبالتالي مش بس موضوع حراسه المرمى بس، لان انت بتتكلم في الباكج كله، التنظيم في الملعب، توفيق اللعيب في النفس في نفس الوقت في الملعب. لكن النادي الاهلي اي حد هيلعبه اكيد هيبقى قلقان، وزي ما قلت لك الاختبار الحقيقي هو المنافسه مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي داخل هيكسب، دي برضو بتوتر اللعيبه. فانا شايف ان مش موضوع حراسه المرمى بس يعني.